السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الصف الثالث، كيف حالكم اليوم؟ أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية. درسنا اليوم في مادة الإملاء بعنوان التاء المبسوطة والتاء المربوطة. كثير منا يخطئ عندما نقوم بإملاء نص عليه بالكلمة، فأحيانا يجب أن تكون مربوطة ونكتبها مبسوطة أو بالعكس تماما. في هذا الدرس سوف نتعرف كيف نستطيع أن نكتب التاء آخر الكلمة بالشكل الصحيح. بداية لنقرأ الأمثلة التي أمامنا. سافرت لينو إلى المدينة، شاهدت الممرضات في المشفى، حديقة منزلنا جميلة وكبيرة، صوت المذياع مرتفع. لننتبه الآن إلى الكلمات التي انتهت بالتاء المبسوطة. طبعا هذه هي التاء المبسوطة. الكلمة الأولى سافرت، شاهدت الممرضات، صوت. الكلمة الأولى سافرت، سافرت هل هي اسم أم فعل؟ نعم هي فعل. كيف انتهت هنا التاء؟ انتهت هنا التاء مبسوطة. أيضا الفعل شاهدت، شاهدت أيضا انتهت بتاء مبسوطة. فنستنتج إذن من ذلك بأن التاء تأتي في نهاية الأفعال تاء مبسوطة. كلمة الممرضات هل هي فعل أم اسم؟ الممرضات هي اسم، وكما أخذنا في درس سابق أخذنا عن جمع المؤنث السالم وقلنا بأن تكون نهايته ألف وتاء مبسوطة، فالممرضات هي اسم جمع تنتهي دائما بالتاء المبسوطة. صوت، صوت هل هذه اسم أم فعل؟ هي اسم. من كم حرف مؤلف هذا الاسم؟ صوت من 3 حروف. لننظر إلى الحرف في وسط الكلمة، حرف الواو هنا حرفان ساكنا. إذن نكتب التاء مبسوطة في الأسماء الثلاثية التي تكون وسطها ساكنا. نستنتج من ذلك بأن التاء تكتب مبسوطة في الحالات التالية: أولا في آخر الأفعال مثل فعل شاهدت، في آخر جمع المؤنث السالم مثل كلمة الممرضات، وفي آخر الاسم الثلاثي ساكن الوسط مثل كلمة صوت. الآن ننتقل إلى التاء المربوطة. هنا عندنا كلمة المدينة، حديقة، جميلة، كبيرة. هذه الكلمات انتهت بالتاء المربوطة. ننظر إلى الكلمة الأولى المدينة، هل هي اسم أم فعل؟ هي اسم. مذكر أم مؤنث؟ هي اسم مؤنث. أيضا كلمة حديقة هي اسم، مذكر أم مؤنث؟ هي مؤنث. إذن تكتب التاء مربوطة إذا انتهت الكلمة، تكتب التاء مربوطة في آخر الاسم المفرد المؤنث. كلمة جميلة وكلمة كبيرة هي اسم. نحن أخذنا في درس سابق عن الصفة وقلنا بأن الصفة هي إعطاء وصف لاسم معين، فكلمة جميلة هنا صفة وكبيرة أيضا هي صفة. هل هي مفرد أم مذكر أم مؤنث؟ هي مؤنث. إذن تكتب التاء مربوطة في آخر الاسم المفرد المؤنث وفي آخر الصفة المؤنثة. نستنتج من ذلك تكتب التاء مربوطة فيما يلي في الحالات التالية: أولا في آخر الاسم المفرد المؤنث مثل كلمة حديقة، وفي آخر الصفة المؤنثة مثل كلمة كبيرة. وأيضا عندنا قاعدة عامة نستطيع من خلالها أن نميز بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة، وهي عند الوقف. ماذا نقصد بالوقف؟ نقصد بالوقف هنا أي السكون. فمثلا كلمة شاهدت، شاهدت هي فعل. إذا وضعنا حركة السكون للتاء ماذا تصبح؟ تصبح شاهدت. هل بقيت اللفظ لحرف التاء؟ نعم. التاء المبسوطة دائما تلفظ داء سواء كانت في الحركة أو في الوقف. أما بالنسبة إلى التاء المربوطة عندنا كلمة حديقة، عندما نضع لها السكون كيف نلفظ التاء هنا؟ حديقة. كيف لفظت التاء هنا؟ لفظت هاء، أي أن التاء المربوطة تلفظ هاء عند الوقف. نستنتج أن التاء المبسوطة تلفظ تاء في الحركة والوقف، أما التاء المربوطة فهي تلفظ تاء في الحركة وتلفظ هاء في الوقف. هذا هو درسنا اليوم، شكرا لكم أحبائي الطلاب.